سلام سلام، رجعت لكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. قبل ما نبدا موضوع اليوم اللي غيكون تتمه لو سوجي اللي طرحت البارح، فغنطلب منكم فضلا وليس امرا اللي كيشاهدني يدعمني بالاشتراك وباللايك وبالشير باش نتشجع نزيد القدام ان شاء الله، ونشارك معكم اشياء جد جد مفيده ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. رجعت باش نكمل الفيديو حيت البارح ما بغيتش نطول بزاف في الفيديو، كنعرف ان الفيديوهات طوال بزاف وهادي تيكون ممل صراحه، فرجعت نتقاسم معكم دي زاستيوس اخرين ولا دي سوان اخرين اللي في اطار دائما العنايه بالجسم، التخلص من الوزن الزائد، تنقيه الجسم من السموم، التخلص من الامساك، والحصول على الجسم المثالي لكل انت اللي كتحلم به. هنا ملي تنهضر اولا باش حبيت نوضح واحد النقطه، ملي كنهضر على ريجيم او على الرياضه او اي حاجه، راه ماشي كنهضر داك الريجيم ديال باش اننا نكونوا ضعافات او نكونوا بون جو سي با، حيت كاين دابا دي كونترانت شنو كنشوف في لي ريزو سوسيو، نكون مرسومه رشيقه ديك الرشاقه اللي زايده على الحد. لا، انا كنهضر هنا باش نحس نكون متبع نظام صحي ونحس مزيان الداخل ونحس راسي خفيفه ونشيطه، لانني عندي جسم صحي، عندي جسم رشيق. لانني صراحه ملي كنهضر ما كناش مفارغه، راه جربت لي دو، راني جربت مثلا نكون انني كنت في جسم مثالي صراحه ونشيطه وخفيفه وتندير الرياضه بكل سهوله، كنزاول مهام من نهار كامل، تنكون اكتيف سون بروبليم. وجربت ان فاش تيكون دوك الكيلوات تيتراكموا، فاش نوليو ثقال، تنوليو الجسم كنحس الجسم ديالي بوليي، ملوث من الداخل، غير مشاكل الامساك. وانتم عارفين مشاكل الامساك شنو كدير، كنعاني وكنعاني وكيدير صداع في الراس، كنحسوا راسنا ثقال، ما كنعسوش مرتاحين، بزاف د الحوايج خايبين. فتتم الموضوع البارح، فجيت نتقاسم معكم، قلت مستحيل ما نتقاسمش معكم حتى هو واحد الحل اللي كذلك حلول. كنهضر هنا حلول سهله، غنهضر على واحد جوج حلول اللي هما ساهلين، وواحد الحل على حسب المتناول، على حسب الامكانيات ديال كل واحد. دائما في اطار الحلول ضروري نتقاسم معكم واحد الحل اللي كنتناولو دائما، وهو غزال رائع اللي هو خل التفاح. هاد لا مارك خصوصا هادي اورغانيك، يعني بيو طبيعي، غزال، ما فيهش دوك الاضافات، ما فيهش اورغانيك. هذا هو احسن صراحه هاد الماركه، ماشي اول مره كناخذو خل التفاح. خل التفاح شنو كيدير؟ اولا قبل ما نهضر على خل التفاح، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، القولون، القرحه، كيحسوا المعده مجروحه، اي حاجه كتعلق بالجهاز الهضمي، ممنوع عليهم خل التفاح حتى يبراو واليوم ان شاء الله بصحه مزيانه. وكذلك حتى الحوايج اللي فيه اللي حامضين بحال الحامض مع الماء، بحال اي حاجه اسيد، ميم مطيشه، ممنوعه عليهم. كنهضر كذلك عن تجربه. فخل التفاح هذا كيفاش كنستعملوه؟ كاين الناس اللي كيستعملوه بالصباح على معده فارغه، انا لا احب ذلك لان على المدى البعيد كيقدر يجرح لنا المعده. انا كنفضل نتناولو بعد الاكل. بعد الاكل كنديرو معلقه صغيره، كندوبوها في كاس ديال الماء وكنشربوه. شنو كيدير لينا خل التفاح؟ وكذلك اولا تيحسن عمليه الهضم بصوره كبيره جدا، هذه اول حاجه. ثانيا تيشغل الجهاز الهضمي ديالنا باش ما تيبقاش داك التكاسل. وثالثا كذلك هو كينقي الجسم من السموم وهادي، وكيعطينا حتى هو ما كنبقاش فين داك الاحساس بالجوع، داك الهيمري كما تنقولوا، حتى هو كيحيد داك الاحساس بالجوع. وملي تيكون عندنا جهاز هضمي اللي هو خدام مزيان وبطريقه سليمه، من غير اننا كنتخلصوا من المشاكل اللي هي الامساك والانتفاخات والغازات وهذه، فكذلك اللي كليناها كما تنقولوا حنا مغاربه كناكلوها كتطلع عليا، يعني اللي كليتها كنتنفع بها. وكذلك حتى لي فيتامين اللي كناخذ، المكملات كما بغى يكون النوع ديالهم، دوك المكملات كيمتصهم الجسم
بسهوله، لان عندي جهاز هضمي خدام مزيان، عندي حمض معده سليم جدا، هو كذلك هذا كيقوي حمض المعده، ولكن كنهضر على الناس اللي ما عندهمش مشاكل قلت لكم في المعده وكذلك. فهذا نقدروا نستعملوه، اولا حرصوا انكم تلقاو شي حاجه اورغانيك، شي حاجه مزيانه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه تقدروا ديروه مورا كل وجبه، يعني مورا الفطور كندير معلقه صغيره، مورا الغداء، مورا العشاء. جاكم بزاف او ما بغيتوش تكثروا، انا شي مرات ممكن ننساه، ملي كنساه كنحرص انني ناخذه في الليل، يعني مورا اخر وجبه ديال العشاء كناخذ العشاء ديالي وكندير معلقه وصافي. صراحه الغد لي كنحس بالخفيفه، كيسرع لي عمليه الهضم وتاهو كينفعني. ملاحظه اللي نحب ندير هو ان ما تنساوش خل التفاح، فهو كياكل كيدي التاكل المينا الاسنان، فمن الاحسن انكم تشربوه بلا باي. ها وحده ما تواجدتش عندكم لاباي في الدار ديك الساعه وهذه ما لقيتوش، فمن الاحسن تشربوه بسرعه وتحكوا سنانكم باش ما يبقاش لي في ديالو، لان تياكل السنان. فهاد الملاحظه حبيت فقط نديرها. اذا هذا حل كذلك من الحلول الرائعه، كذلك كيحسن عمليه الهضم، تيحيد لي الاحساس بالجوع، يعني كيعطيني الاحساس بالشبع، وكذلك كيساعد الجسم في التخلص من السموم، وكنحسن عمليه الهضم. دونك راه بزاف د الحوايج كيتبعوها اللي هما بوزيتيف ديجا ملي كتحسن عندي عمليه الهضم. الحل الثاني اللي هو كذلك في المتناول، متناول اي واحد وسهل جدا، في الاول كيجي صعيب ولكن بعد، واللي كان انا بالنسبه ليا كنشوف انه ضروري ضروري جدا ولا مفر منه، خصوصا سواء الذكر او الانثى، سواء العيالات او الرجال، مع التقدم في السن، لان كما قلت لكم ملي كان تقدم في السن الجهاز الهضمي كيولي كسول، كنستوكيو فاسيلمون لي كالوري، كنستوكيو في لو غراف واحد المناطق اللي هما غير محبذه، خصوصا النساء ملي كتبقى تمشي ما قبل سن الياس، وخلال سن الياس راه شحال من وحده بهاد لو تيرم، هاد لو تيرم كتقول ليا ملي دخلت سن الياس تفرقعت ليا الفورما فريمون، كاع المناطق الانثويه على حسب كل وحده لي زومون ديالها، على حسب التركيبه ديال الجسم ديالها تفرقعت ليها لا فورم، لانه ما كانش خدات احتياطاتها اللازمه اللي هي الرياضه وكناكل صحي. فملي كتمشي لسن الياس، وواحد الطبيب كان سمعته قال انه ملي ما كتكونش المراه كترد البال مزيان قبل سن الياس، ملي كتدخل سن الياس وكتفرقع على هذيك لا فورم كتولي داك الكيلوات كيولي صعب 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 جدا التخلص من دوك الكيلوات. فمن الاحسن نبقاو في نظام صحي، نبقاو في الرياضه. ملي كنقول الرياضه البنات راه ماشي تنقولك، حيت كنعرف ان اللي كاين اللي ما عندهاش مع الرياضه، كاين اللي كتعجز، كاين اللي ما عندهاش الوقت، كاين اللي كتقولك ما مشيش لاصال. انا سنوات عديده وانا ما كنتش كنمشي لاصال، خصوصا فاش كنت في المغرب، كنت خدامه في منطقه بعيده، ما كنتش مقيده في اليسار ولا في الدار، عندي في الدار في البيت كنسد عليا وندير لي زاكتيفي ديالو. كاين بزاف ديال لي سيونس دو سبور سو يوتيوب، البنات اللي كيعكزوا على انهم يديروا الرياضه، يديروا فريمون دو بون سيونس دو سبور، انهم يجريو ويخرجوا يتمشاو مزيان واحد الساعه ساعه ونص او هادي، ديروا الرقص ياك في المتناول، تلقوا الشعبي تلقوا الشرقي، والرقص كتحرقي لي كالوري، داك الشطيح المجهد كتحرقي لي كالوري، وكتحسي راسك كتنشطي الدوره الدمويه، كتنشطي لو كور ديالك. هادي كذلك من الحلول السهله جدا اللي في المتناول. اذا الحل اللي بغيت ناكد عليه، اللي بغيت نهضر لكم معاه، اللي هو الصيام المتقطع. ملي كنقول صيام متقطع، حبذا حبذا اللي قدر دابا الصاد اللي يقدر يصوم الصوم ديالنا الاسلامي، اللي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فكان بها احسن حاجه. اللي ما قدرش فعلى الاقل يصوم واحد 8 ساعات، 8 ديال الساعات، من 8 حتى 10 الساعات، هذا صوم صحي غزال. يعني من الاحسن، وانا كنحب الصوم الصحي اللي هو نتعشاو بكري ونحسبوا واحد 8 ساعات، ونقدروا ناخذوا فطور خفيف جدا، ومن بعد نتغداو ويكون داكشي صحي، والعشاء كما قلت لكم تا
صحيح. انا هذه شهور كنحاول نعتمد صراحه وجبتين في النهار فقط، الفطور ما تنفطرش، كنحاول نتغدى فقط والعشاء، وغنحاول ان شاء الله في المستقبل انها تبقى وجبه واحده اللي تبقى عندي في النهار وكافيه، يعني يكونوا فيها جميع احتياجاتي. بارك عليها، لانه ملي كنت انا في لابيريود ديال رمضان صراحه فوقيته ديال رمضان وقت الصيام فصمنا وهذه، راه الحمد لله كنت احسن وزن وصلت ليه هو كانت في رمضان، وكنت كناكل صراحه ملي كنا كنفطروا المغرب راه كنت كناكل بدون زعما ريستريكسيون، ما تنفرش هذه ناكل هذه ما ناكلهاش، كناكل كلشي في المغرب، وملي كتبدل المغرب ومن هذيك وانا كنحاول نبقى كنبزع على راسي ناكل لان فريمون فقدت الوزن حتى للسحور. راكم عارفين مع رمضان ملي كنولفوا الصوم المعده كتنكمش، لان ملي كنولفوا ان ناكلوا كميات قليله المعده كتنكمش وكتولف، كتبقاش عندك الشهيه مفتوحه بزاف، راه مساله تعود فقط. ملي كتولف المعده ديالك دخلها كميات صغيره كتنكمش تشرينك كتولي كمشه، وما كتبقاش داك الاحساس الفظيع ديال الجوع، وكتاكل كميات صغيره وكتشبع. الا كنتي مولف كتدخل كميات كبيره من الطعام فالمعده دائما حتى هي كتولف كتبغي كميات كبيره من الطعام. اذا احسن وزن احسن حاله كنت بصلها صراحه في رمضان، كنت بخير خفيفه ظريفه، ما كانش ريستريكسيون، كناكل كل شيء، ولكن راكم عارفين ديك فتره الصيام يعني الجسم كيرتاح، الجهاز الهضمي عنده الوقت الكافي باش يخدم باش يرتاح باش يهضم باش يدير كاع العمل ديالو في راحه تامه، داكشي باش ما الحمد لله ما كان عندي حتى شي مشاكل، لا امساك لا توكسيك لا نفاخ لا غازات لا حتى شي حاجه، ووصلت لواحد الوزن مثالي لدرجه انه ملي كان زعما اللي شافوني لا فامي دو قال لك شنو تديري، وانا راه ما درت والو لان شحال واحد تيصوم وبالعكس كياخذ الوزن. انا الحمد لله كنت بصحه جيده اللهم ادمها يا رب. الحل الثالث اللي غنتقاسمه معكم وهذا على حسب الامكانيات، اللي هو حل غزال رائع جدا جدا جدا، اللي هو لي ماساج. لي ماساج الى لقيتو شي سونتر زوين موثوق كيديروا دي ماساج زوينين ودي بري اللي هما كوريكت تقدروا ديروا لي ماساج. انا بون انا في كازا ما كنمشي، خصوصا كنفضل لي ماساج نديرهم في المغرب لان هنا غاليين بزاف وبلوس ما كيبردوليش الغدايد، ماشي بحال المغربيات كيخدموا صراحه. انا الماساج تيب دو ماساج اللي كندير دريناج ليمفاتيك وتندير اونتي سيلوليت باش اللحم يبقى تويجم، هادشي كله راه قلت لكم كما قلت لكم كنعاون، عندك الرياضه عندك الصيام كنرد البال واش كناكل وكندير لي ماساج والنتيجه رائعه جدا. كنت كندير دريناج لامفاتيك عند فواحد السوق، كاينين دي سونتر صراحه في كازا اللي كيديروا عندهم لي ماشين كيدخلوك فواحد لي ماشين ولا كي اونفلوبيو فواحد لي تروك لي ماس جو سي با لي بغا على هادي كذا باش كتسخني باش كذا باش كتحيدي هادي باش كتحيدي هذا. انا كنجربتها هادي شي 6 سنين ولا فواحد السونتر في كازا ما عجبنيش النتيجه صراحه، بلا ما نقول سميتو مع ان سونتر معروف. دابا كاينين دو سونتر اللي فتحوا حدايا، انا كنهضر على كازا فتحوا حدايا، مازال واحد سونتر عاجبني كنقول نمشي نجربو، ولكن اللي كنت انا مرتاحه معها كانت واحد السيده الله يعمر ليها الدار كنقول الله يخلي لك صحتك ديما، كانت كدير دريناج ليمفاتيك توب كتخدم، لان انا كنفضل لو طراي مانيوال ماشي دوك لي ماسك لونفلوبمون ولا ماشين، هادي كنفضل الخدمه باليدين، يعني كدير زيت تقدروا تجيبوا الزيت اللي بغيتوا او السيد عطا زيت خلاص باش كدير لي ماساج، انا كنشري زيت صراحه وكنجيبها ليها. كدير الزيت كدير مزيان وكدير واحد الماساج ديال القلب فريمون دريناج لامفاتيك، الانتفاخات ما تيبقاوش، كنحسوا الجهاز الهضمي حتى هو خدم، ما تيبقاوش داك لا ريتونسيون دو. لحقا شحال من وحده في خباركم تتكون عندها وزن زائد غير لا ريتونسيون دو، شحال من وحده كتكون منفخه منفوخه، هذاك راه الاحتباس السوائل راه الماء محبوس ليها في الجسم ديالها. دونك مع هاد لي ماساج اللي كنت كندير، وعاد في رمضان راه درت غير 5 د لي سيونس، درت 4 نورمالمون كانوا عندي 5 ما كملتش الخمسه، درت غير 4 د لي سيونس عطاتني واحد الريزولطا توب.
هادشي راه ما كملتش مالو كارني راه فيه من 5 حتى ل 10 على حساب الاختيار. وان شاء الله راه كنقول بون غنمشي قريبا المتقد باش نمشي نعاود ثاني نبدا معاها. النتيجه روعه روعه. الا لقيتو شي وحده اللي كدير دريناج ليمفاتيك غزال زوين كيخلصكم من السوائل كيساعد الجهاز الهضمي باش يخدم كيخلصكم من دوك الانتفاخات ما كتبقاش الذات ديالنا منفوخه. انا كنحس راسي وليت سفالت وكتعاونوا كما قلت لكم بالسبور وبالنظام الغذائي الصحي. اذا هادو هما الحلول كذلك الناجعه اللي حبيت قلت ضروري نتقاسمهم معاكم لان البارح ما بغيتش نطول الفيديو. نتمنى يكونوا عجبوكم ونتمنى تستعملوهم. انا ديما كما قلت لكم كنذكر كنهضر عن تجربه يعني شي حوايج اللي جربتهم وعطاوني نتيجه 100% مضمونه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك والدعم. مع السلامه.